تغير نظريه عمليات السمنه وعمليات علاج السكر، لان كل عمليات علاج السكر وعلاج السمنه كانت بتعتمد على احنا نقلل كميه الاكل اللي بياكلها العيان باي طريقه، لا احط له باند، احط له رينج، احط له اي حاجه، المهم تقلل الاكل اللي ينزل معدته، او اللي انا استثنى جزء كبير من المعده والامعاء بحيث الاكل يروح دايركت على القولون. كل العمليات دي طبعا لها مشاكل كبيره جدا والعيان بيعاني منها بعد ما، مش معقول عشان اعالج العيان اقلل وزنه او اعالج السكر بتاعه ان انا اخلي حياته جحيم، يعني ده مش لا يجوز. يعني الفكره ببساطه ان احنا الاكل بتاعنا كله اتغير، من اول القمح، من اول بقى الاكل بتاعنا اللي هو سهل الهضم والاكل اللي هو الجاهز، وبالتالي طبعا في شركات كبيره ورا هذا الموضوع هي غيرت الاكل بتاعنا ومحدش يقدر يعمل حاجه. فالحل ايه؟ ان احنا نعمل موديوليشن، نغير السيستم بتاع جهاز الهضم بتاعنا بحيث ان هو يقدر يتكيف مع الاكل ده وما يحصلش منه سمنه وما يحصلش منه سكر. وبالتالي بدون ما انا الغي اي حاجه في الجهاز الهضمي، وبالتالي بخلي العيان ياكل طبيعي، يمارس حياته طبيعي، كل حته في الجهاز الهضمي بتاعه بيعدي عليها الاكل، وبالتالي في جزء كبير بيمتص طبيعي، وبالتالي كل المضاعفات بتقل تدريجيا. لان لابد ان احنا نعرف ان اي عمليه في علاج السمنه او علاج السكر زي ما باخد منها الجسم والوزن بينزل والسكر بيروح، لازم في شويه مضاعفات، لازم، لان انا بغير التركيبه بتاعت الجهاز الهضمي. انما في عمليات تغير فيها التركيبه وفي نفس الوقت المضاعفات تبقى قليله او سهل انك تعمل عليها كنترول، وفي عمليات تانية انك بتضيف مرض تاني للمريض.